سرطان البنكرياس يعد من أشد السرطانات فتكاً، فاحتمالات الشفاء من هذا النوع من السرطان ضئيلة جداً حتى لو تم تشخيصه في مرحلة مبكرة جداً بسبب تفشيه بسرعة فائقة، ولا يتم اكتشافه في مراحل المبكرة إلا في حالات نادرة جداً. فأقل من 5% من المصابين بهذا النوع من السرطان يبقون على قيد الحياة. الكشف المبكر للمرض قد يزيد معدلات النجاة، ولكن لا توجد أعراض مبكرة لسرطان البنكرياس، فعادة ما يتم اكتشافه في مراحله المتأخرة. ولكن الآن تحسن الوضع بسبب اختراع علماء يابانيين طريقة حديثة ودقيقة لتحليل الدم زادت من فرص الكشف عن المرض في مراحله الأولى. هذا الاختبار يمكن من اكتشاف وتمييز الخلايا السرطانية، فالخلايا السرطانية تنتج جزيئات وبروتينات بكميات مختلفة عن الخلايا الطبيعية. واستنتج العلماء بأن اجتماع 4 جزيئات معينة في آن واحد يبين العلامات الأولى للإصابة بسرطان البنكرياس. النموذج الحديث يزيد من احتمالات الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس ل4 من أصل 5 مرضى، ما يبين مرحلة المرض وإمكانية التدخل المبكر في العلاج. رشا خياط، العربية. خبر الحمل أجمل خبر قد تسمعه امرأة تريد تكوين أسرة، فكيف إن كانت فاقدة لهذا الأمل حينما ولدت من دون رحم؟ إحدى المستشفيات في جنوب تركيا شهدت أول حالة حمل لامرأة نقل إليها رحم من جسد متبرعة ميتة، وبعد معالجتها منذ عام 2011 عن طريق الإخصاب الأنبوبي حملت. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 1 من كل 5000 امرأة تولد من دون رحم، بينما تخضع آلاف النساء لعمليات استئصال الرحم بسبب الإصابة بالسرطان أو غيره من الأمراض ما يتركهن غير قادرات على الحمل.